العراق وجمهورية كوريا الجنوبية التي استمرت منذ عام 1981 والتي تم عقد اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني والعلمي في عام 1983 واللي بثقت من هذا الاتفاقية اللجنة المشتركة العراقية الكورية التي عانت طول هذه الفترة بدعم وتوثيق عواصر التعاون في مجالات الكافة. تم اليوم عقد اجتماع اللجنة الدورة الثامنة لهذه اللجنة، تمحورت محاور هذه الاجتماعات في قطاعات البنى التحتية والاتصالات والطرق والنقل والموارد المائية، أيضا الموارد الطاقة والتعاون الاقتصادي والتعاون في مجالات الصحة والبيئة والتعاون الثنائي في مجالات العلاقات الخارجية والتعاون العلمي. تم الاتفاق على توسيع أواصر توسيع التعاون بين البلدين في مجالات البنى التحتية والاتصالات والطرق والنقل وقطاعات الخدمات الصحية وتحلية المياه والموارد المائية، وأيضا زيادة التعاون في أطر التدريب والكوادر المهنية للموظفين العراقيين اللي سابقا كانت تعمل بها الجانب الكوري. اتفقنا على زيادة هذه الدورات التدريبية، أيضا التعاون في مجالات الطاقة وشبكات الاتصالات والتعاون أيضا في خبرات كوريا الجنوبية في دعم الاقتصاد الوطني العراقي في جلب تجربتها لمعالجتها لأوضاعها بعد الحرب واستثمار هذه التجربة لدى الجانب الكوري في إعادة التنمية الاقتصادية في العراق بعد إن شاء الله بعد القضاء على تنظيم داعش.